بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الصوت التحليلي على قناتكم، قناه النادي الاهلي. والنهارده هتكون كالعاده مباراه مهمه في بدايه مشوار النادي الاهلي لدوري ابطال افريقيا في النسخه الجديده، نسخه 2023 2024. والمواجهه مواجهه صعبه مع سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا، وهي بدايه مشوار الاهلي في رحله الدفاع عن اللقب. ماتش النهارده بيعتبر ملعب الفريق الاثيوبي، المباراتين هيتلعبوا هنا في القاهره، ولكن طبعا عشان في اشتراطات للملاعب بيحطها الاتحاد الافريقي ما استوفتش الملاعب الاثيوبيه الشروط اللي طالبها الاتحاد الافريقي، وبالتالي النادي الاهلي عرض على بطل اثيوبيا انه يلعب المباراتين هنا، وبطل اثيوبيا وافق على عرض النادي الاهلي، فاختار ملعب بديل خارج اثيوبيا، اختار استاد القاهره. ده يدل على ايه؟ ده يدل على عمق العلاقات بين مصر ومختلف الدول الافريقيه، بين النادي الاهلي ومختلف الانديه الافريقيه. وده حصل اكتر مره لو حضراتكم تفتكروا، فاكرين يعني نتكلم على الماضي القريب، فاكرين نادي المريخ السوداني، فاكرين نادي اطلع بره بطل جنوب السودان اللي جه برضه لعب الماتشين هنا، وغيرهم من الانديه الافريقيه. الحمد لله ان مثيري الفتن مش عايز اقول اختفوا، ما هيفضلوا موجودين على فكره، ولكن قالوا شويه. بمناسبه مثيري الفتن، لان في المواقف اللي زي دي بيقعد تطلع اشاعات ويرموا النادي الاهلي بالاتهامات بالباطل لانهم مش عارفين يبقوا زي النادي الاهلي. بمناسبه الموضوع دوت، يعني بصراحه يعني الواحد حس باشمئزاز من نجم كبير، المفترض ان هو نجم كبير، وكان طالع في برنامج في احدى القنوات السعوديه وتكلم باسلوب، يعني انا مش عايز اقول لفظ مش كويس، مش عايز اقول لفظ مش كويس، انما الاسلوب اللي اتكلم بيه انا فوجئت ان الكلام ده يطلع منه. هو بيتكلم عن النادي الاهلي، بيتكلم عن النادي الاهلي، تناسى انه بيتكلم عن النادي الاهلي، تناسى مين النادي الاهلي ده، تناسى ان الكلام اللي بيقوله ده بيحصل من حته تانية او من نادي تاني. قال بالنص وهو بيتكلم بعض المعلقين والمذيعين السعوديين، بيقول لهم اتحاد جده من المفترض انه هيقابل النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، فبيحذرهم، بيقول لهم ايه ده، انتوا الفتره اللي جايه بقى هتشوفوا حاجات غريبه جدا، هتشوفوا 3-4 لعيبه بيتصابوا، هتشوفوا 2 غابوا مره واحده فجاه كده ما تعرفش من ايه، هتشوفوا. طب انا هفكره بقى بحاجه، هو حتى استشهد بموقف وقال ان في مباراه كان المنافس هيلعبها مع النادي الاهلي، وفوجئوا مره واحده ان في 2 لعيبه اتصابوا من الهوا قبل ماتش النادي الاهلي. لا ده انا هفكرك بقى، تعالى نرجع في كل ماتشات النادي الاهلي مع المنافس السنين اللي فاتت. انت بتتكلم على 2 لعيبه غبولك في ماتش، ده احنا كل ماتش بالارقام وبالدلائل نيجي نلعبه مع المنافس قبل الماتش باسبوع او ب3-4 ايام، تلاقي فجاه اكتر من لعيب واثنين وثلاثه واربعه بيغيبوا عن النادي الاهلي في المباراه دي بسبب الاصابه. عمرنا ما اتكلمنا ولا عمر حد طلع قال الكلام اللي مش يعني مش عايز اقول كلمه اتاخد عليا، الكلام اللي اتقال دوت من النجم اللي هو المفروض ان هو نجم، ولا حد في النادي الاهلي اتكلم. دي مشيئة ربنا، ده قدر ربنا، اللهم لا اعتراض. ده احنا مش طول عمرنا، ده احنا من ساعه ما وعينا على الدنيا لحد دلوقتي النادي الاهلي في اي مباراه بيلعبها بيجيب عنه لعيب واثنين وثلاثه واربعه، ده على الاقل، ولا حد بيطلع يقول حاجه. اصابه في التدريب، إصابة في المباراة اللي قبلها، دي كل حاجة بتاعت ربنا، إنما أنت عشان تتملق للبعض هناك تتكلم عن النادي الأهلي سيد وزعيم الأندية المصرية والعربية والإفريقية.
ويقول ايه؟ قبل ما تروحوا تلعبوا النادي الاهلي لازم تقروا الفاتحه. قبل ما تروحوا تلعبوا النادي الاهلي، بيتكلم يعني على اتحاد جده، قبل ما يروحوا يلعبوا النادي الاهلي يقروا الفاتحه. اتقاء لشر النادي الاهلي والاعمال اللي بيعملها النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيعمل اعمال، اللي هو اعترف قبل كده لما كان ماسك في النادي المنافس، هو واحد الاخوه الزملاء المنتمين للنادي المنافس قال لك كنا بنعمل حاجات في الاوضه وبنجيب شيخ معانا في الاتوبيس والشيخ بيعمل حاجات معينه. عمر ما ده انت قلت بنفسك، ده انت اعترفت بلسانك. عمر ما النادي الاهلي بيقول حاجه زي كده، عمر ما النادي الاهلي حتى طلع على اتكلم على نادي منافس او اي نادي، بلاش المنافس، على اي نادي واتكلم بالاسلوب دوت. صراحه يعني انا ما استفزتش من الكلام، ولكن شعرت بالاشمئزاز، شعرت بالاشمئزاز. ما يجيش الكلام ده ابدا، من المفترض انه يكون نجم يطلع منه الكلام ده علشان التملق. ما علينا، خلينا قبل ما نتكلم في مباراة النهاردة تعالوا نروح نشوف مراسل، مش جاهزين المراسلين؟ طيب خلاص، نتكلم بقى على بداية مشوار الدفاع عن اللقب النهاردة. بطولة محببة للنادي الأهلي وجماهيره، والنادي الأهلي حامل اللقب في النسخة الأخيرة على حساب الوداد. لما نيجي نتكلم على الأربع سنوات الماضية هتلاقي إن النادي الأهلي أساسي في الأربع نهائيات الماضية. خد البطولة ثلاث مرات. خد البطولة ثلاث مرات من أربعة، وحضراتكم فاكرين البطولة الرابعة ضاعت إزاي. ولكن النادي الأهلي مش عايز أقول يعني خد بطاره، لأ. النادي الأهلي أما كسب النسخة الأخيرة كانت على حساب الوداد المغربي. حساب الوداد المغربي اللي كسب البطولة السنة اللي قبل اللي فاتت. كنتوا عارفين حضراتكم كان نظام البطوله اتغير في النهائي عشان خاطر الوداد، لكن النادي الاهلي عاد منتصرا بالبطوله الغاليه من الشقيقه المغرب لما انتهت المباراه بالتعادل، لو تفتكروا حضراتكم، براسيه محمد عبد المنعم، وكان النادي الاهلي فاز في الذهاب 2-1. طيب تعالوا نروح بقى نشوف مراسلنا زميلنا الاعزاء فاروق صلاح من مقر إقامة الأهلي وكريم أحمد من مقر إقامة فريق سان جورج الإثيوبي. اتفضل يا فاروق. برحب بيك كابتن الكبير كابتن أيمن شوقي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. من جديد النادي الأهلي بيستهل مشواره نحو الأميرة السمراء ومغازلة الأميرة السمراء نحو اللقب الثاني عشر لفريق النادي الأهلي. الأهلي الملك المتوج على عرش القارة السمراء ب 11 لقب إفريقي لدوري أبطال إفريقيا، بيستهل مشواره بيبدأ مشواره النهارده طبعا في مباراة في غاية الأهمية أمام فريق سان جورج الإثيوبي. احنا طبعا موجودين معاك كابتن أيمن من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة. خليني أقول لك كابتن أيمن إن يعني عقب مباراة الأهلي أمام المصري في افتتاحية بطولة الدوري رابطة الأندية المحترفة وفوز الأهلي بأربع أهداف، استأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، طبعا كان فيه استشفاء لبعض المجموعة اللاعبين اللي شاركت في المباراة، ثم منح مستر كولر اللاعبين أجازة لمدة 24 ساعة، ثم استأنف تدريباته على مدار اليومين الماضيين استعدادا لهذه المباراة. طبعا كان من بعض الأمور اللي كانت خلال ال 48 ساعة الماضية كانت الكدمة اللي تلقاها بيرسي تاو وخرج على أثرها من مباراة المصري. خليني اكد لك جاهزيته لهذه المباراه، ده من الاخبار الموجوده معانا داخل معسكر فريق النادي الاهلي، جاهزيه بيرسي تاو لهذه المباراه زي ما اطمنا عليه من خلال الدكتور احمد جبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي اللي اكد لنا ان بيرسي تاو طبعا شارك في جزء من المران اول امس وشارك في المران بالامس بالكامل، ويعني جاهزيته الطبيه والجاهزيه الفنيه يعني ادت الرؤيه المستر كولر طبعا يكون موجود معاه في هذه المباراه. طبعا من ضمن هذه الامور طبعا بيغيب عن النادي الاهلي في هذه المباراه
كريم فؤاد واكرم توفيق اللي خليني اكد لك جاهزيتهم ايضا لهذه المباراه. لكن مستر كولر طبعا مع عوده اللاعبين من الاصابه بياخدوا اجزاء من المشاركه في المباراه. كانت البدايه مع كريم فؤاد، وبالتالي يعني مستر كولر النهارده بيريحهم من هذه المباراه. لكن خليني اكد لك جاهزيتهم طبعا للمباراه القادمه ايضا ولاعب اكرم توفيق. طبعا زي ما انت عارف يا كابتن ايمن بيغيب عن النادي الاهلي في هذه المباراه اللاعب رضا سليم لظروف الايقاف في يعني مع فريق الجيش الملكي في بطوله الكونفدراليه، وايضا اللاعب انتوني موديستا المنضم حديثا للنادي الاهلي اللي طبعا ان شاء الله بعد تجاوز النادي الاهلي للدور التمهيدي يبدا يشارك مع النادي الاهلي في دوري المجموعات. مستر كولر بالامس عقد جلسه مع اللاعبين ومحاضره مع اللاعبين، اشاد باللاعبين وادائهم في مباراه المصري، واكد على يعني عدم الاستهانه بفريق سان جورج الاثيوبي وضروره يعني تحقيق الانتصار في المباراه البدايه. قال ان احنا الموسم الماضي استهلينا المشوار امام فريق الاتحاد المنستيري وفوزنا في تونس بثلاثه اهداف وكانت بدايه مهمه جدا، طالب اللعيبه بالتركيز في هذه المباراه وضروره تحقيق الانتصار في هذه المباراه. مواجهه قويه جدا، مستر كولر يتكلم مع اللاعبين طالب من اللاعبين طبعا بعد ما اتفرج على اللقاءين اللي خاضهم فريق سان جورج في الدور التمهيدي الاول امام بطل زنجبار في الدور التمهيدي الاول واتفرج عليهم وقف على نقاط القوه والضعف في هذه المباراتين. طبعا ياسين المكاري ودوره في التحليل الفني للفريق الفريق سان جورج الاثيوبي والوقوف ايضا على نقاط القوه والضعف طبعا في هذه الفريق. ثم يعني اختتم الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، ويعني مستر كولر ضم قائمه بتضم 21 لاعب لهذه المباراه. دخل الفريق طبعا لمعسكر في احد الاماكن القريبه من ملعب المباراه. بالنسبه لليوم النهارده الفريق ابتدى يعني يومه كان وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 4، ثم المحاضره الفنيه لمستر كولر كانت في تمام الساعه 5:30. خلال المحاضره الفنيه مستر كولر بيتكلم مع اللاعبين طبعا على التشكيل اللي هيخوض بيه احداث اللقاء، وايضا بيتكلم على بعض الامور الفنيه اللي بيطالب بيها اللاعبين. اللي احنا لامسينه يا كابتن ايمن من هنا من اللاعبين في تركيز شديد جدا من اللاعبين، كان ليا حديث مع بعض اللاعبين، لعيبه بتقول لك احنا كاننا رايحين نلعب مباراه نهائيه خلاص امام فريق اكنك راح تلعب مباراه النهائي الموسم الماضي امام الوداد. تركيز شديد جدا عند اللاعبين، ضروره يعني بدايه قويه من اول المشوار ان شاء الله تكون مردودها وانعكاسها ان شاء الله في ارض الملعب النهارده والنادي الاهلي يحقق الانتصار في اولى المباريات. طبعا المباراه الثانيه تكون على استاد القاهره يوم الجمعه القادم ان شاء الله في تمام الساعه 7. النادي الاهلي من قرر طبعا هيكون ارتداؤه للزي الرسمي للنادي الاهلي اللي التيشيرت الاحمر والشورت الابيض، بينما فريق سان جورج الاثيوبي هيظهر بالزي الاصفر في هذه المباراه. كل الكواليس يعني كل الاخبار يعني بطمنك من هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي، ان شاء الله تكون بدايه موفقه لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه وتكون يعني بدايه الانطلاق نحو اللقب ال 12 باذن الله والنجم ال 12 للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز كابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. ومن فاروق نروح بقى لفندق اقامه فريق سان جورج الاثيوبي والزميل العزيز كريم احمد، اتفضل يا كريم. جزيل الشكر ليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم على بركه الله. بمشيئه الله النهارده تكون فرحه وسعاده على كل جمهور النادي الاهلي. المباراه الاولى في دوري ابطال افريقيا دور ال 32 مباراه الذهاب الاهلي وسان جورج بطل اثيوبيا، مباراه على استاد القاهره في حضور 30,000 مشجع ان شاء الله باذن الله يكونوا كلمه السر. رهنا عليهم كالعاده على جمهور النادي الاهلي، الامور دي الحقيقه بتفرق مع لعيبتنا، ويمكن اتكلمنا على ان الظروف الحمد لله خدمتنا ان تكون المباراتين هنا في استاد القاهره في وسط يمكن جمهورنا. طبعا المباراه الاولى ان شاء الله باذن الله تكون الانطلاقه وتكون البدايه، كل الامور دي يا رب ان شاء الله باذن الله تترجم النهارده في ارضيه الملعب في 90 دقيقه بنتمناها ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه. التحضير لمستر كولر اكيد كان مهم جدا في هذه المباراه، ايضا كمان يمكن كالعاده طبعا بنغطي كل الكواليس الخاصه سواء بفريق النادي الاهلي او ايضا كمان الفريق الضيف المتواجد هنا في القاهره، وتحديدا طبعا النهارده سان جورج اللي متواجد هنا في فندق الاقامه القريب جدا من استاد القاهره. بالتاكيد طبعا اكيد في بعض الهايلايتس طبعا بتذاع كابتن ايمن طبعا من خلال تحركهم فندق الاقامه، يكون ايضا كمان تحركهم الى استاد القاهره، يمكن كل الامور دي بتكون فارقه مع الجماهير بيحاول ان هي تشوف نظره اللعيبه مدى تركيزها قد ايه،
اكيد عندهم الامل وعندهم الطموح، لكن احنا اكيد النادي الاهلي البطل. النادي الاهلي بيحاول في رحله دفاع عن لقب صعب جدا جدا في موسم اصعب الحقيقه النهارده، لكن ان شاء الله باذن الله تكون البدايه موفقه. يمكن كل الامور بالنسبه للترتيبيه والاداريه الخاصه بسان جورج يمكن عدت على اكمل وجه كالعاده، يمكن خلاص مع انطلاق المباراه يكون دور الاداري للنادي الاهلي الحقيقه يعني نفذ بنجاح من اول وصولهم هنا الى القاهره، من المطار الى فندق الاقامه، الترتيبات، الباصات، كل الامور دي الحقيقه النادي الاهلي يعني الاحترافيه مهمه جدا في هذا الامر. عشان كده هي مباراه كره قدم بالتاكيد في النهايه 90 دقيقه ان شاء الله بنتمناها للنادي الاهلي، وبالتاكيد يا رب ان شاء الله باذن الله تكون فرحه بعد 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. مستمرين بالتاكيد مع كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، وتغطيه خاصه لمباراه اليوم الاهلي وسان جورج بطل اثيوبيا. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. النهارده بنبتدي اول خطوه في ان شاء الله احراز اللقب ال 12 باذن الله. في النهايه باذن الله نحتفل بيه مع بعض ويواصل النادي الاهلي الارقام القياسيه. بمناسبه الارقام القياسيه للنادي الاهلي في البطوله دي، الارقام القياسيه كلها لصالح النادي الاهلي كلها، بدايه من الفوز للاهداف، الاهداف اللي سجلت فيه، لعدد المرات اللي فاز فيها بالبطوله. لكن قبل ما اتكلم عن الارقام القياسيه، تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن بدايه مشوار الاهلي للدفاع عن اللقب الافريقي. شفنا التقرير وان شاء الله مباراه النهارده تكون بدايه ان شاء الله للبطوله الجديده. البدايه مهمه جدا جدا جدا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين النهارده في 30,000 باذن الله نتمنى نشوفهم، اللي هي المفروض عدد جماهير النادي الاهلي المسموح بيها النهارده في الملعب. عايز اقول بس نقطه، هي مش انتقاد، بس احنا شايفين كل الدول اللي حوالينا بتحاول تطور من المسابقات عندها، سواء عن طريق الملاعب، عن طريق انها منظومه كويسه وبتجيب ناس بيفهموا وناس تمسك المنظومه، ويبقى الحاجه الوحيده اللي هي تشتغل عليها نجاح المسابقات، وبالتالي انت بتقدم حاجه للبلد ومنتخبك القومي. في نفس الوقت بنشوف الملاعب مليانه بالجماهير. مفيش طبعا معانا على الشاشه تحرك لاعبي النادي الاهلي لملعب المباراه، بالتوفيق ان شاء الله. مفيش ابدا ملعب بدون جماهير، مفيش. الجماهير هي عصب كره القدم، فلو احنا عايزين نطور يبقى نبتدي زياده عدديه للجماهير في المدرجات او في الاستادات. ده نمره واحد، نهتم بالملاعب، نهتم بالتحكيم. اللي يجي يخدم بيخدم البلد، مش منتظر حاجة، مش قاعد على كرسيه علشان يستفيد منه، لا، هو جاي بيقدم خدمة بدون مقابل. الخدمة دي في صالح البلد. أنا بتكلم على المسؤولين اللي بيجولنا في اتحاد الكرة. احنا شايفين حوالينا ناس كتير بتطور في المنطقة حوالينا، احنا لازم كمان نتطور. في ناس كتير كانت تحتنا وسبقتنا دلوقتي، لازم الفترة الجاية يحصل تطوير. 1 2 3 4 5 انت مسؤول عنها، لازم كل ده يحصل. هتبتدي ازاي وتبتدي امتى دي بتاعتك، بس لازم تبتدي، لان المنافسة بقت صعبة. المنافسة بقت صعبة، وانتوا بتتكلموا عن الكرة المصرية او الرياضة المصرية، ده احنا اللي علمنا الناس. فالوضع الطبيعي ان احنا نمشي في التطوير ده، نتطور زي ما اتطوروا. والبدايه مش هتيجي غير بزياده اعداد الجماهير. انما مباراه او مباريات او بطوله او بطولات من غير جماهير، لا، ما ينفعش. ما علينا. عارفين طبعا حضراتكم إن جماهير النادي الأهلي إن شاء الله تكون متواجدة ب
العدد اللي سمح بيه الاتحاد الافريقي والجهات المسؤوله. جماهير النادي الاهلي وجمهور المنافسين جميعا في البطوله الافريقيه عارفين ان النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في كل البطولات الافريقيه اللي شارك فيها. ان النادي الاهلي وصل ل 11 لقب في دوري ابطال افريقيا اللي هي البطوله الاشهر في القاره السمراء. معانا برضو فريق سان جورج هيغادر مقر الاقامه لملعب المباراه. لكن عايز اتكلم في حاجه تانية شفناها في مباراه السوبر الافريقي. يعني احنا اتكلمنا واحده واحده على الجماهير وحضور الجماهير النهارده وان المباراه صعبه، هنتكلم ليه المباراه صعبه. النهارده في بدايه المعترك الافريقي. عايز اعلق بقى على التحكيم في البطولات الافريقيه. على فكره التحكيم عليه علامات استفهام كبيره جدا جدا جدا، ولكنه افضل من زمان. احنا كنا بنشوف العجب زمان. العجب احنا بنشوف العجب دلوقتي برضه. وخصوصا بعد دخول الفار في بعض المباريات اللي هي ليها اهميه كبيره زي ما شفنا في مباراه الاهلي واتحاد العاصمه. وشفنا ازاي اللقب اتسرق من النادي الاهلي. اللي انا عايز اقوله ان انا عشان لما حد بيجي يتكلم انت بترمي كل حاجه على التحكيم، بترمي كل حاجه وانتم مش عايزين تخسروا خالص، لا انا ما بقولش كده. ما بقولش كده. احنا قلنا هنا ان النادي الاهلي ما خدش المباراه بالجديه اللازمه. النادي الاهلي كان عنده ثقه اكبر ان هو كسبان كسبان. لحد ما حصل اللي حصل في الملعب، وتقريبا الشوط الثاني لعيب اتحاد العاصمه والحكم ضيعوا تقريبا 40 دقيقه من 45 دقيقه. الشوط الثاني. ولكن هي كان في قصور من جانب لعيب النادي الاهلي، كان في قصور. لكن انا ممكن اكون وحش بس اديني حقي. ممكن اكون وحش في المباراه او مش في حالتي بس كمان انت كحكم تديني حقي. لان الحكم بتدخلاته او بقراراته اللي هو عملها في المباراه، الحكم الجابوني، لا ظلم الاهلي كتير جدا وتحمل عليه كتير جدا وساهم في خساره اللقب وغير سيناريو احداث المباراه. برضو مره تانية انا بتكلم على ايه؟ لعيبه النادي الاهلي ما كانوش في مستواهم اليوم ده. لعيبه النادي الاهلي كان عندهم ثقه زايده عن الحد ان هم هيكسبوا. لكن ده ما يمنعش ابدا ان انا اقول ان التحكيم كمان لعب دور كبير. لما تظلمني بالطريقه دي لا، يبقى انت اثرت على نتيجه المباراه. اتمنى من لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي اننا نشوف ان شاء الله حكام بيطبقوا العداله بنفس المعايير. طبعا معانا حافله النادي الاهلي وحافله سان جورج، وده الجمهور من ملعب مباراه من استاد القاهره. نتمنى نشوف الساعه العدديه على اخرها ان شاء الله باذن الله رب العالمين مسموحه لجماهير النادي الاهلي. طبعا تعامل النهارده الجهات الامنيه مع الجمهور في الدخول كان يعني حدث ولا حرج، يعني ما شاء الله مفيش احلى من كده ومفيش احسن من كده. اتمنى باذن الله رب العالمين، واحنا قادرين، احنا قادرين على زياده العدد كمان في المباريات المحليه ان شاء الله. احنا مصر، احنا اللي علمنا الناس، احنا اللي حاطين، احنا التاريخ، احنا اللي بدانا وبعد كده بقى كل يتعلم مننا واحنا اللي بنعلمهم. فمش معقول ان احنا يعني التلميذ يتفوق على استاذه. نتكلم على التحكيم. انا اتمنى من التحكيم الافريقي العداله للفرقتين او العداله للكل، العداله بنفس المعايير، لان اللي احنا بنشوفه حاجه فيها العجب. تحس بلعبه هنا عليك ونفس اللعبه بل اوضح تبقى ليك وما تحسبش. وكمان بننتقد غرفه الفار. غرفه الفار في مباراه اتحاد العاصمه كان عليها كلام كتير جدا 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 وكان فيها تعمد في بعض الاشياء في بعض الحالات. الاتحاد الافريقي او التحكيم الافريقي محتاج ثوره، محتاج تطوير، محتاج تطوير كتير جدا جدا جدا. لان النادي الاهلي بشكل خاص والانديه المصريه بشكل عام بتعاني، اللي بيشاركوا في البطولات الافريقيه بتعاني كثيرا من ضعف التحكيم الافريقي وخاصه في المباريات الخارجيه. تعالوا نروح لاستاد القاهره وزميلنا
محمد توفيق من ملعب المباراة، نتعرف منه على آخر الأجواء هناك. تفضل يا محمد. مساء الخير كابتن أيمن، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي قناة النادي في كل مكان. على بركة الله أولى الخطوات في دوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة، وإن شاء الله تبقى الخطوة الأولى نحو اللقب الـ 12 في تاريخ النادي الأهلي، وإن شاء الله تكون خطوة موفقة. كان أجواء أكثر من رائعة هنا داخل استاد القاهرة، كان منذ الصباح الباكر وإحنا موجودين هنا اللي سبب بتتم على قدم وساق لاحتضان هذه المباراة. كان أرضية الملعب أكثر من رائعة، تم تجهيزها وإعدادها لهذه المباراة خصيصا، وإن شاء الله تظهر بالمظهر اللائق وتساعد اللاعبين على أداء مباراة جيدة. كان درجة الحرارة كمان أكثر من رائعة، وأنا مع حضرتك حالا دلوقتي يا كابتن أيمن بنتكلم تقريبا درجة حرارة 29 أو 28 درجة مئوية بالكثير. أعتقد ده جو مناسب جدا إن احنا نشوف مباراة كرة قدم بإذن الله تكون ممتعة، خاصة مع انخفاض نسبة الرطوبة بشكل كبير جدا. جمهور النادي الأهلي كالعادة كابتن أيمن هم اللاعب رقم واحد، وهم على طول نجم الشباك. يمكن جمهور النادي الأهلي منذ الثالثة عصرا موجود أمام بوابات استاد القاهرة، كان تم تخصيص بوابة الدرجة الثالثة المطلة على شارع صلاح سالم لدخول جمهور الدرجة الثالثة، فيما يدخل جمهور الدرجة الأولى والمقصورة الرئيسية من البوابة المقابلة لمسجد آل رشدان. يمكن كل الأمور بتتم بسهولة ويسر. يمكن بنوجه شكرنا للأجهزة المعنية بوزارة الداخلية على مجهودها النهاردة مع جماهير النادي الأهلي وسهولة الإجراءات، كذلك شركة تذكرتي الوطنية والأمن الخاص بالنادي الأهلي اللي بيسهلوا بشكل كبير جدا مهمة جمهور النادي الأهلي منذ وصول البوابات حتى وصوله للمقاعد المخصصة ليه داخل جنبات استاد القاهرة. يمكن وأنا مع حضرتك حالا دلوقتي تقريبا الجمهور عدى نصف الساعة المحددة لهذه المباراة المقدرة ب 30,000 مشجع. يمكن عدد كبير جدا من الجماهير ما زال يتوافد على البوابات المختلفة للدخول، وزي ما بقول لحضرتك وبأكد لك عشان الجمهور اللي لسه ما وصلش أرضية الملعب الإجراءات أكثر من رائعة، كل الأمور بتتم بسهولة ويسر. أي حد لسه متأخر أو ما جاش أرضية الملعب المباراة بنقول له لا تعالى بسرعة، الأمور كلها رائعة وإن شاء الله كمان تستمتعوا بأداء أكثر من رائع وتبقى مباراة كبيرة ونتيجة مهمة جدا تسال على إن شاء الله مباراة العودة يوم الجمعة بإذن الله رب العالمين، وبإذن الله تكون أولى الخطوات نحو لقب غالي جدا على كل جماهير النادي الأهلي والنجمة الـ 12 بإذن الله كابتن أيمن رب العالمين. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق، وان شاء الله نتمنى زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الساعه النهارده ان شاء الله الكامله لجماهير النادي الاهلي 30,000، ان شاء الله نتمنى تواجد ال 30,000. ماتش صعب وزي ما شفنا في ماتش اتحاد العاصمه مش بعيد، يعني كانت كل المؤشرات تؤكد او ترجح كفه الاهلي، ما كانش حاطط ابدا اعتباره ولا نص في المية ان النادي الاهلي تضيع منه البطوله دي. في اسباب زي ما قلنا، ولكن مباراة النهاردة مباراة صعبة حتى وإن كانوا المباراتين بيتلعبوا في القاهرة، إنما الفرق الإثيوبية فرق قوية الفترة الأخيرة، حصل طفرة في الكرة الإثيوبية، الفرقة عندها تطلع إنها تكمل، ده دور الـ 32 اللي مؤهل لدور المجموعات إن شاء الله. فالنهاردة هيبقى ماتش صعب لأن الفرقتين عندهم نفس الطموح، الفرقتين عندهم نفس الهدف، حتى وان كانت المباراه او المباراتين بيلعبوا هنا على استاد القاهره، ولكن فرقه سان جورج الاثيوبي فرقه محترمه، فرقه قويه، فرقه عندها ما عليهاش ضغوط على فكره النهارده، لان الوضع الطبيعي النادي الاهلي هو اللي كفته الارجح، فهو بيلعب من غير ضغوط، الضغوط كلها على النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. نتمنى التركيز، نتمنى الجديه من لعيبه النادي الاهلي من اول ثانيه لاخر ثانيه، نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق لمستر كولر، نتمنى في إدارة المباراة، ونتمنى التوفيق لطاقم التحكيم إن شاء الله. بقول لحضراتكم دي البداية، مباراة صعبة لأن البداية دي مؤهلة لدوري المجموعات اللي هو بقى هتكمل فيه إن شاء الله لحد المباراة النهائية، مباراة هنشوفها في الملعب. نتمنى البداية تكون من النادي الأهلي، السيطرة تكون من النادي الأهلي، الضغط يكون من البدايه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو الاقوى فنيا، النادي الاهلي هو الاقوى، النادي الاهلي هو الافضل، النادي الاهلي هو اللي عنده الطموح، هو اللي بيدافع عن اللقب. نتمناها ان شاء الله حمراء للنادي الاهلي والمكسب للنادي الاهلي باذن الله. نقطه اخيره يعني كنت حابب اتكلم فيها وكلمت فيها كتير جدا 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 على صفحات السوشيال ميديا، في البعض متقمص، او مش عايز اقول كلمه تانية، خلينا متقمص احسن، دوري، وبيكتب على الصفحه الاعلامي ايمن شوقي، وللمره العاشره انا بقول طبعا
في بعض الصفحات باسمي لاعلامي ايمن شوقي بتسيء للبعض، تسيء ليا اكيد طبعا في البدايه. انا ماليش اي صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي، لا صفحه بشيد فيها بحد ولا باعجب فيها بحد ولا بهاجم فيها حد ولا بطلب حاجه من حد. ما عنديش اي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ابدا، ولا صفحه باسم ايمن شوقي او الاعلامي ايمن شوقي. فلما تشوفوا صفحه حضراتكم باسم الاعلامي ايمن شوقي، معلش مع احترامي للجميع، ما انا خلاص انا عشر مره اقولها، عامل قبل كده محاضر، ولكن تعرفوا ان ده مش ايمن شوقي، ده شخص نصاب بينتحل صفتي او بينتحل اسم ايمن شوقي. نروح للمباراه. المباراه زي ما قلت لحضراتكم بدايه ان شاء الله نتمناها بدايه قويه، بدايه قويه زي ما ابتدينا الدوري بدايه قويه وشوفنا ساق النادي الاهلي للمصري برباعيه ونظيفه ولا اروع بقى في الاداء الشوط الثاني بالذات. ان شاء الله نتمناها البدايه النهارده كده. دي كانت بدايه الدوري موسم 2023 2024، والنهارده بدايه البطوله الافريقيه ورحله بدايه رحله الدفاع عن اللقب، وان شاء الله تكون البطوله رقم 12 للنادي الاهلي في النهايه. بدايه ان شاء الله للاهلي، والنهايه ان شاء الله للنادي الاهلي. تعال نروح بقى، الفريقين وصلوا هم في وقت واحد، الفريقين وصلوا، عربيه الفريقين، عربيه النادي الاهلي وعربيه سان جورج الاثيوبي. ان شاء الله باذن الله تكون المباراه النهارده نتيجتها لصالح النادي الاهلي. زي ان انا بقول لحضراتكم هي مباراه ذهاب، مباراه ذهاب معناها ايه؟ ان دي مباراه لسان جورج الاثيوبي، يعني معنى كده ان انت اي هدف بتجيبه النهارده بيصعب عليه الامور، اي هدف، لانك انت كانك جايبه بره ملعبك. فاي نتيجه ايجابيه ان شاء الله تعملها النهارده او النادي الاهلي يعملها النهارده بيحط قدم في دور المجموعات او دوري المجموعات من البدايه اول مباراه، لان المباراه النهارده مباراه الذهاب اللي كانها بتلعب لصالح او على ملعب فريق سان جورج الاثيوبي. المباراه اللي جايه ان شاء الله يوم 29 يوم الجمعه القادم دي مباراه النادي الاهلي اللي هتلعب باذن الله برضه في استاد القاهره، ولكن دي تحسب للنادي الاهلي. فالنهارده اي هدف هيجيبه النادي الاهلي وان شاء الله نحافظ على شباكنا نظيفه هيبقى بتسهل المأمورية وبتصعب المأمورية أكتر على سان جورج في ماتش العودة، أو المفترض إن هو ماتش العودة يوم الجمعة في استاد القاهرة إن شاء الله. يعني اتكلمت كتير، في حاجة أنا برضو عايز أقولها قبل ما أروح أستقبل الضيوف مباشرة، يمكن ما حبيتش إن أنا أتكلم فيها الاستوديو اللي فات، ولكن هي مش متأخرة، ولكن أنا حبيت إن أنا أتكلم فيها بعد ما كل اتكلم عليها. بنتكلم على الحاج تيسير الهواري. الحاج تيسير الهواري خالص العزاء لأسرة النادي الأهلي ككل. الحاج تيسير الهواري عضو في أسرة النادي الأهلي، عضو مؤثر في لجنة الحكماء، عضو كان ليه فضل كبير جدا 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 في بعض المواقف، كان ليه مواقف مشرفه جدا جدا جدا. الحاج تيسير الهواري رحمه الله عليه، الحاج تيسير الهواري كان من نوعيه الناس اللي بتخدم النادي الاهلي في الظل، وما بيحبش ابدا تتجاب سيرته، ما بيحبش ابدا تتجاب سيرته. عشان كده هو انا بمجرد الوفاء ما رضيتش اتكلم الاسبوع اللي فات، ولكن ما قدرتش ان انا ما اتكلمش عن الحاج تيسير الهواري وعزي اسره النادي الاهلي في وفاه الحاج تيسير الهواري، واحد من محبي النادي الاهلي باخلاص. على فكره محبين النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي بتحب النادي الاهلي باخلاص كتير جدا 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 جدا، الحاج تيسير الهواري واحد منهم. الحاج تيسير الهواري رجل لو اتكلمت عليه عايز حلقه وحلقتين وثلاثه اتكلم بس عن اللي عمله الحاج تيسير الهواري في بعض المواقف الصعبه جدا 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 اللي مرت على النادي الاهلي، مرت على بعض اللاعبين، ومرت في السنوات اللي كان الحاج تيسير الهواري بيقدم خدماته من غير ما يتكلم خالص، ما كانش بيحب ابدا حد يجيب سيرته في الظل. بقول لحضراتكم خالص العزاء لاسره النادي الاهلي، وربنا يرحم الحاج تيسير الهواري ويغفر له. خلصت كلامي، هنروح لفاصل
نرجع بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن عادل عبد الرحمن. انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. نورني يا كابتن. ازاي كابتن ايمن؟ ازيك كابتن، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ مبركيه تمام الحمد لله. حلو حضرتك ده يا كابتن. طبعا طلع من بقك حلو قوي الحمد لله. هو كده كابتن علاء ميهوب. الحمد لله على السلامه يا كابتن. سلامك يا ايمن. ازيك كابتن، عامل ايه؟ من غير حضرتك الحمد لله. من غير حضرتك لا طبعا. ده الاستوديو الجديد كابتن اسامه عرب، ده التطوير. ازيك كابتن اسامه، منور. كابتن ايه يا كابتن؟ سيادتك. كابتن عادل عبد الرحمن، منورني يا كابتن. سعادتك منور. الحمد لله رب العالمين. كابتن شريف، بعد اكتساح الاهلي المصري برباعيه الماتش اللي فات، ودي كانت بدايه الدوري، النهارده بدايه بطوله جديده وان شاء الله دور ال 32 وسان جورج الاثيوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد من كلامك البدايات، يعني صحيح البدايات ان شاء الله في كل سنه وانتم طيبين في البطوله الجديده اللي هي بطوله افريقيا، تكون بدايه قويه باذن الله يعني، و الأهلي يسيطر على كل الأمور ويحقق بقى الشكل الطبيعي بتاعه في بطولة أفريقيا. ضروري جدا إنك تلعب وتكسب وتأكد وصولك للتصفيات وكل حاجة، هو إنك يكون في مجهود جوه الملعب. إحنا ما نعرفش المجهود ده شكله إيه، يعني أنت ممكن تلعب قدام فرقة بتعرف تنقل الكورة وتروح للجول والكاميرا ويعملوا لك ازعاج تتعبك. مظبوط. اي نعم الماتش بتاعهم النهارده بتاع سان جورج، سان جورج، انما لازم اللي هي تلت ساعه اللي احنا بنتفق عليها ال 20 دقيقه الاولانيين دول يكون في شكل طبيعي جدا لايجابيات النادي الاهلي، ويتوافق فيها الجهاز الفني ان هو يكون عنده عناصر جيده جدا بتنفذ الشكل التلت الهجومي اللي بيبقى امامي. والدنيا زي ما احنا شايفين ما شاء الله، عندنا سكواد جامد، عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا تقدر تترجم الفوز في اي وقت. فهي كل ما مطلوب النهارده بالتوفيق باذن الله هو التحركات لبعض والحاله البدنيه تكون واضحه ونخلص الحكايه بدري يعني، عشان المباراه الجايه يقدر يبقى الجهاز الفني عنده أريحية كبيرة، أوكسجين كده، يعمل اللي هو نفسه فيه كله. عشان الحكاية بقى بالنسبة لك أنت كذا بطولة، يعني أنت داخل على سوبر إفريقي وداخل على بطولة أفريقيا وداخل على دوري وتأجيل، وهنخش في الدايلاما اللي احنا عارفينها. أنت عايز النادي الأهلي يحسم النهاردة، يحسم كل صورة كبير. النادي الأهلي بيلعب حياته كلها كؤوس يعني، ما بيلعبش مباراة عادية يقول لك أنا النهاردة تعادل وبكرة أكسب، لا هي حياة النادي الأهلي كلها مباراة كؤوس. فعشان كده الإدارات بتاعت النادي الأهلي بتحاول توفر جميع الإمكانيات للجماهير، من اللاعبين ومن الطموحات ومن المراكز اللي هي عندك فترة تحضيرية وإعداد تحضيري لسنتين ثلاثة قدام كمان. صحيح. وانت شايف ما شاء الله دلوقتي الأعمار السنية ابتدت تخش القوة الضربة بتاعتك. اي نعم عندك ناس عدوا 30 وكده، انما في ناس كمان حاجة و20 وشكلهم بروميسنج وواعد جدا، يقدروا يحققوا لك في الفترة الجاية احلام المؤسسة كلها. فبالتوفيق النهاردة وتبقى بداية زي ما انت قلت، بداية قوية باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، النادي الاهلي النهاردة بيستهل مشواره او مشوار الدفاع عن اللقب باللقاء سان جورج الاثيوبي اللي فاز في المباراتين اللي فاتوا في دور 64 على بطل زنجبار 2-1 في اثيوبيا و3-1 في زنجبار، وتمكن من وصول دور 32. ولكن كان لينا بعض اللقاءات مع الانديه الاثيوبيه، ولكن خليني اطلع فاصل وبعدين نرجع نكلم حضرتك بخصوص مباراه اليوم. فاصل ونرجع حضراتكم مره اخرى. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، نكمل كلام. مباراه صعبه برغم ان المباراتين في القاهره، ولكن كان لينا بعض المباريات المشابهه للفرق الاثيوبيه، ويمكن كان لينا مناسبه غير سعيده في احداهم مع البن الاثيوبي. بص انا متواجد. هي البدايه دايما بدايه البطوله نفسها او بدايه دخولك المجموعات
بيبقى فيه اول مباراه دايما كده بيبقى فيه مباراه صعبه مهما كانت فروق فنيه بينك وبين الخصم مهما كانت انت الحمد لله انت حامل اللقب ومعاك الرقم القياسي وبطل افريقيا وسيد افريقيا وكل الكلام ده صح، لكن هو النهارده مطلوب من لعيبه النادي الاهلي الحسم بدري قوي قوي بغض النظر عن المباراه دي الاولى ولا الثانيه، لكن مطلوب من النادي الاهلي النهارده من بدري يدور على الهدف والثاني، واعتقد الامور هتبقى متاحه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي لان الفروقات كبيره قوي، بس الفروقات كبيره قوي زي ما بقول دايما على الورق الملعب المفروض انت احسن تبقى بدنيا وفنيا وجماعيا وفرديا وكل حاجه، بس الكلام ده لازم يبان في الملعب مش هيبان كلام واحنا قاعدين في الاستوديو هنا، عشان كده اللي انا متوقع من لعيبه النادي الاهلي ان بدايه تبقى قويه جدا وهندور على اول هدف ان شاء الله رب العالمين، هدف في الثاني في الثالث امور تبقى سهله جدا خصوصا المباراه القادمه برده في القاهره اعتقد تبقى الامور بقت سهله تماما بالنسبه لك، لكن حته التعثر بيحصل تعثر، لكن البني الاثيوبي احنا خرجنا هو ده للاسف، لكن مثلا انا فاكر اول بطوله اخذناها سنه 81 كنا بنلعب اشغال الصومال وكابتن شريف كان كان موجود في الملعب 0-0 هناك وكسبنا 1-0 هنا في اخر مباراه كويس اللي هي المباراه اللي ضيع فيها كابتن طرب زيد ركله جزاء ضيع نسيت انت تقول لا مش عايز اقولها كويس وانت لحقتنا بالجون ايوه بالظبط ما بحبش قصدي حاجه والله اتفضل بس على الحدث نفسه يعني ما بلحقش التاريخ يتحدث لا لا اشكرك كويس لكن هي البني الاثيوبي ما حصلش تاني الحمد لله، لكن انا بقول لك ايمن هي المباراه دايما تبقى في المستطيل مع ان احنا ما خسرناش خلي بالك في البون الاثيوبي تعادلنا 1-1 ما انا عارف و2-2 لكن انا بتكلم على نتيجه مرتين خرجت انا بتكلم على الحاجه النهائيه، لكن ان شاء الله النهارده ما يحصلش اي تعثر من البدايه تبقى بدايه قويه ولا خالقه واهدافك كل ما بتجيب الاهداف 1 و2 و3 امور تبقى سهله بالنسبه لك، والفريق المنافس مليون في المية ايمن هو عارف هيقابل مين وعارف ان فروقات كبيره قوي، بس هو بيلعب واكيد هيجري ويحاول وكده وبيلعب قدام بطل افريقيا دي في حد ذاتها حافز ليه، لكن لازم تخلي فروق تبان فين في الملعب. بدايات الجيده كابتن علاء دايما بتفرق في النهايه طبعا كل حاجه بدايتها كويسه بتفرق معاك دايما البدايات هي اللي بتديك الشكل العام بتاعك والشكل النهائي بقى ان شاء الله، بدايه قويه بيبقى بعدها على طول كل حاجات بعد كده اسهل، بدايه متعثره او صعبه او بيبقى فيها مشاكل بتبدا تصدى نفسك مشاكل كتير، لكن النادي الاهلي الحمد لله ما اعتقدش عنده مشاكل، يمكن حتى بدا الدوري بنتيجه عاليه جدا كان بيتكلم عليها كابتن شريف دلوقتي وفريق مصر كمان فريق كبير، فدي خد بالك كمان دي دفعه كويسه بتبدا الدوري مع المصري 4-0 بالنتيجه دي والاداء ده تيجي تنزل الماتش النهارده لا انت حالتك حلوه معنويا انت في السماء، غير لما كان حصل حاجه تانية خالص لا قدر الله لعيب الكوره النتيجه اللي بتحدد هو هيبقى عامل ازاي النهارده بدايتك النهارده ان شاء الله بمكسب النهارده تلاقي المباراه القادمه خلاص بقت اسهل بدايه قويه بعدها كلها كل حاجه بعد كده كويسه، ودايما في البدايات انت اهم حاجه عندك انت بتدور على مكسب كويس مكسب خلاص ما كل حاجه بعد كده الرؤيه قدامك بتبقى تمام انت مش يعني ما فيش حاجه قلقاك، فالنهارده ان شاء الله بتمنى يا رب ان شاء الله كده من بدايه مكسب ومكسب مريح من غير ما نخش في جري كتير او لا قدر في اصابات ولا حاجه، وما شاء الله عندك طبعا لا كم لعيبه ممتازين اي 11 بيلعبوا وان شاء الله النهارده بقى الفروقات كبيره جدا وان شاء الله بقى مكسب من بدري شويه باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن اسامه يمكن زي ما كلموا كابتننا عن الفوارق بين الفرقتين وان المباراتين في مصر، بس البعض ممكن يتخيل ان خلاص النادي الاهلي وصل مباراتين في مصر، مباراه الذهاب النهارده في وسط جماهير النادي الاهلي واي جول بيجيبه النادي الاهلي بيرجح من كفته وبيصعب الامور على الفريق الثاني، فالمفروض النهارده كان في استعدادات ذهنيه ونفسيه قبل المباراه، مين مسؤول عنها؟ اللعيبه مع بعض ولا المدير الفني ولا المدير الاداري؟ مدير الكوره يعني مدير الكوره كلهم ليهم تاثير، يعني اجتماعات المدير الفني ليها وضع وليها مكانه وليها وقت معين، الكلام مع مدير الكوره لوقت معين، اللاعبين لوحدهم واحنا كلنا عشنا الكلام ده، اللعيبه ازاي تعرف تقعد مع بعض تتكلم مع بعض باهميه المباراه الاولى الافتتاحيه، البدايه لازم تبقى في افريقيا قويه، بيحفزوا بعض، كل واحد بيقول للتاني ايه اللي ممكن نعمله في الملعب، بيتكلموا مع بعض، دي ليها اهميه كبيره جدا كويس الفريق مع بعض كويس، وايضا كلام المدير الفني طبيعي انه لازم يبقى في اجتماعات في كلام سواء للفريق ككل او مجموعات اللعب
أو خطوط الفريق مثلا خط الظهر خط الوسط خط المهاجمين، ممكن يبقى في اجتماعات كلام مجموعة معينة لوحدها، ممكن يكون في اجتماعات فردية مع بعض اللاعبين، فكل دي عوامل مشتركة. بس بتكلم عشان ما يتطرقش للبعض ان المباراة سهلة وان احنا في اي وقت ممكن نكسب. هو ان شاء الله المباراة سهلة، يعني مش صعبة للدرجة اللي هي تقلق لعيبة الاهلي، بس زي ما شريف وعلاء قالوا ال- 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 الواقع اللي في الملعب صح، يعني هي على الورق. وقبل اللقاء اللقاءين ما يبتدوا النهارده طبعا اللقاء الاولاني، الفروق كبيره جدا. ثانيا انت واخد ميزه ان الماتشين في القاهره، ايوه، او الماتشين في مصر يعني، ايوه. دي برضو ميزه اخرى تضاف على المميزات الكبيره اللي عندك في مسافات كبيره قوي بينك وبين فرقه سان جورج الاثيوبي. ولكن لابد ان تترجم في الملعب. اه احنا خلاص متفقين، احنا بنقول فعليا وعلى الورق الفروقات كبيرة جدا بين فرقة النادي الأهلي اللي واخد 11 بطولة إفريقية، اللي بتشارك على طول في البطولات الإفريقية، اللي يملك ممكن يكون نص الفرقة يعني أو على الأقل 10 لاعبين دوليين سواء مصريين أو سواء في تونس أو في مالي، لاعيبة دوليين من كذا منتخب يعني في إفريقيا، تراكم خبرات كبير جدا، عدد ماتشات لكل لعيب في البطولة الإفريقية، فالفروقات واسعة واسعة واسعة. الحاجة التانية الإضافة لإن شاء الله الموضوع يسهل الماتش على النادي الأهلي، زي ما قلنا المباراتين داخل مصر، أنت مش لمسافر ولا هتلعب في أجواء مش بتاعتك، أو مثلا هتقول جو حار أو مطر كتير أو أي أجواء تضايقك يعني، أنت قاعد في بلدك والفريق هو الفريق الآخر جاي لك. فالعوامل دي كلها ترجح كفة الأهلي كتير قوي، بس أنا متفق مع علاء وشريف أنه الكلام ده كله اللي احنا بنقوله اللي هو قبل البداية، بداية التسعين دقيقة الأولى اللي هي النهاردة، الأداء اللعيبة داخل الملعب وإصرارهم وتصميمهم وكمية الجري اللي هيجروها والكفاح اللي هيكافحوه واستغلال الفرص وتنفيذ تعليمات المدير الفني، الواقع الفعلي هو اللي هيبين الفروق الكبيرة اللي بين النادي الأهلي وفرقة سان جورج. لكن هي الفروق موجودة؟ آه هي موجودة وبوضوح، فإن شاء الله تكون البداية قوية زي ما احنا متوقعين، أو زي ما الورق والرؤية والتحليل الفني وكل حاجة بتقول إنه المفروض إن شاء الله المباراتين يبقوا في صالح النادي الأهلي. لكن إحنا مستنيين إيه؟ الترجمة اللي في الملعب، ترجمة أداء اللعيبة اللي هيعبر عن الفروق دي، فإن شاء الله تكون بداية قوية بإذن الله. وهم لعبوا مباراة كبيرة في ماتش المصري وجبنا 4 أهداف حلوين، وكان ممكن كمان حصلت الأهداف تزيد، فإن شاء الله يبقى تكملة المباراة المصري بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله كابتن عادل، الماتشين في القاهرة، معنى أن الماتشين في القاهرة أحيانا بيبقى قبل المباراة وخصوصا في البدايات سواء فكر المدير الفني للنادي الأهلي وفكر المدير الفني للفريق الخصم، بيبقى في فلسفة وفي فكر لكل مدير فني. هل إقامة المباراتين في القاهرة أو في مصر هيغير من أسلوب التفكير لمدير الفني مستر كولر أو المدير الفني للفريق الأثيوبي؟ هيغير تفكيرهم الاثنين مش واحد بس، لأن الأولاني إن كان المفترض إن هو عايز يلعب على ملعبه مع جمهوره وعايز يعمل نتيجة إيجابية عشان لما يلعب المباراة الثانية يشتغل دفاعي كويس، يبقى لازم يشتغل هجومي كويس، والنادي الأهلي على أساس المباراة الأولى على ملعبه النادي الأهلي هيخرج بره هيعمل نتيجة طيبة، بس كانش ما كسبش بس ما يخسرش عشان يرجع يلعب بطريقة هجومية تاني في العودة. مظبوط، ولكن الأمر اختلف تماما دلوقتي، خلاص يعني مدرب سان جورج عاوز يعمل المفاجأة كويس. عايز يلعب بتوازن في المباريتين لأنه بيلعب خارج ملعبه، هي يعني هيدافع في المباريتين. النادي الأهلي المباراة الأولى النهاردة المفترض تبقى
ملعب سان جورج، فاكيد هيبقى فيه الحرص اعلى من المباراه القادمه. وحاجه تانية هو عايز يخلص بدري بالزبط. ان هو لو جاب هدف ولا اتنين ولسه قاعده الهدفين بالزبط. فتخلص العمليه بدري علشان هو عايز يشتغل لفكره اخرى. احيانا يا كابتن ايمن استراتيجيه المدرب بتبقى ثلاث مباريات، احنا كجمهور بنتفرج عليها مباراه واحده. المفترض ان هو ما بيصرحش بالمباراتين ما بعد المباراه اللي هيلعبها، لكن هو بيلمس فيها بطريقته، بمعنى بلغه الكره انه بيفضل يظبط للمباراه. يعني هو كان مشكلته في السفر ومشكلته انه هيدافع هناك او يعمل نتيجه ايجابيه فيعمل جهد كبير هيرجع هنا. انت بتتكلم عن النادي الاهلي، انا بكلمك عن النادي الاهلي. فانا سان جورج يعني ونسبه الاكسجين عشان اثيوبيا ومستوى سطح البحر والعلو بتاعها، فكل ده بيتاثر. فطبعا كل الامور دي انت بتتكلم على استراتيجيه انت بتحطها جوه الاحمال بتاعتك، او المدرب الاحمال بتاعك بيعمل فيها الجو وبيعمل فيها الاكسجين وبيعمل فيها الطريق والسفر والحاجات دي كلها. انت تعافيت منها كل ده، انت تلعب مباراه، ميزه كبيره انك انت هتوفر جهد، مش ميزه كفرقه خصم قويه، لا انا بكلمك اصلا ميزه الاجواء والحاجات الخارجيه اللي صح. ما بعد الناحيه الفنيه. اما في الناحيه الفنيه فالنادي الاهلي اكيد في الناحيه الفنيه بيلعب بنفس لعبه. يمكن النادي الاهلي حتى لو كان راح سان جورج كان ممكن يلعب على حته ان هو يعني يكسب برضه بره. النادي الاهلي بيكسب بره او جوه، بيلعب بتوازن ممكن، بس يكون في حته حرص. دفاعيه اقل بالزبط. يعني في حرص، ولكن في اخر الامر اكيد استراتيجيه النادي الاهلي في المباراتين، المباراه الاولى عايز يخلص ويحسم، المباراه الثانيه عايز يعني اللي هو يعمل اعداد للقادم. احنا اتفقنا ولو شفت المباراه اللي فاتت يمكن اتكلمت قلت ان هو هيثبت شويه في حد، يعني واحنا بنتكلم قال ممكن يثبت، لا انا هقول لك ان هو هيفضل يغير ويحضر زي الموسم اللي فات. طبعا لازم يعمل كده لانه العدد، يعني هديك مثال بسيط دلوقتي، احنا دلوقتي لما تيجي تلعب المباراتين الاولانيين بتوع التصفيات وفي البدايه انت ما فيش اجهاد على اللعيبه، اللعيبه جايه من اعداد او بالمعنى الاصح من اجازه مؤقته اللي هي الاجازه الصغيره، ما بقتش اجازات طويله. الفتره ما بين الموسم والموسم ما بقاش طويله، ولكن انت هتعمل ايه السنه دي؟ انك انت هتبدا السنه دي انك انت تكبر القاعده بتاعتك لان مبارياتك اكتر، عشان انت عندك لعيبه منتخب هيلعبوا كمان اكتر. فهي دي المشكله الكبيره ان احنا لازم نعرفها، ان النادي الاهلي بعدد مبارياته الكتير اللي هيلعبها فلازم يحضر اكتر من لعيبه. والنهارده المباراه انا افتكر المباراة النهاردة والقادمة لسان جورج أفتكر إن هو إن شاء الله نلعبها بجدية. طبعا النادي الأهلي بيلعب بجدية، ولكن ممكن تساعدك في الأيام الجاية على إنك تهدي الناحية البدنية بتاعت اللعيبة بتاعت لاعبين. صحيح. طيب كابتن شريف، يمكن كابتن عادل اتكلم عن التشكيل والتغييرات النهارده، ممكن نشوف تغييرات مفاجئه. خلينا اكلمك على الغيابات عن الماتش اللي فات. في بالظبط في رضا سليم لانه كان طرد في مباراه الجيش الملكي فريقه السابق في الكونفدراليه فموقوف. في مودست اللي هو جه بعد القايمه الاولى القيد الافريقي، والباقي متواجد. ولكن هل ممكن نشهد تغييرات مفاجأة؟ في كمان مستر كولر ريح النهاردة كريم فؤاد خالص بعيد عن القايمة الأساسية. هل مستر كولر هيفاجئنا النهاردة ببعض التغييرات اللي مش متوقعة؟ مفيش. أنا بالنسبة لي حتى بيرستاو خارج من المباراة بتاعت كان واخد كدمة، كان في كدمة في ركبته على ما أعتقد، فما أعرفش هل هيكون ليه حظ يبتدي بيه النهاردة ولا هيكون في على الدكه بره. فاللي موجود عندك من المشاهده هتلاقي مجدي قفشه واحمد عبد القادر، دول ناس هو اتفرج عليهم المباراه اللي فاتت. هو دايما عاده مستر كولر ليه شواهد كده، ومباراه زي سان جورج كده هو عنده بيتمتع النهارده بحريه في التشكيل. والشكل اللي انا بس عايز اضيفه على اداء النادي الاهلي، الشكل المتعارف على النادي الاهلي بيلعب قدام سان جورج زي سان داونز زي الزمالك زي اي فرقه موجوده في افريقيا.
هو اسلوب نادي الاهلي الفوز، اسلوب نادي الاهلي في التحضير في الملعب والعرضيات والانتقال الى انه يحرز هدف باي حد يا ايمن بيلعب، كان كهربا في العمق وكان اي حد غير كهربا برجوع حسين الشحات، هو سيستم واحد وشكل واحد احنا متعرفين عليه اللي هو الفوز فقط. ارتياحيته النهارده بيلعب مع سان جورج، قال لك المباريات ملهاش اسماء ولا ليها اداء غير هو الفوز فقط، الفوز فقط هو اللي بيودينا للمرحله اللي بعدها. أي. اللي بيوديك بشكل احسن. أي. علينا ان احنا نشوف الشكل الفني ايه اللي المدير الفني شايفه، ايه الارتياحيه اللي عنده انه يبتدي المباراه دي وينهي المباراه في الدور ال 32 بالمباراه اللي جايه. ايوه. فاحنا ما عندناش اي حاجه غير ان احنا هنتفرج على اول 45 دقيقه هيحدد فيها النادي الاهلي اسلوب لعبه وشكله المتعارف زي ما انا قلت لك في اي فرقه بيلعبها في افريقيا. مش النهارده سان جورج بالاسم. ايوه. لا، لو انت واقع النهارده في سان داونز هو اسلوب النادي الاهلي هو هو. تحضير بقى وتقدير سان داونز ان انت بتلعب بثلاثه في النص زي ديانجو وامام عاشور ومروان، يعني ده بيبقى له شكل في التشكيل معين، ولكن لما يلعب قدام سان جورج هل هيلعب بقى 4-2-3-1 ولا 4-3-3 على حسب اللعيبه اللي هو مختارها وبيمشي السيستم عليه. فمفيش مشكله خالص النهارده خاصه في السكواد اللي عندك انك انت تبتدي باي حد، وكله وكله في الثلث ساعه الاخرانيه بتاعت مباراه المصري اثبت ان هو موجود في المنطقه اللي هي تقدر تكسبك. صحيح. وبارتياحيه وباداء جيد يعني. صحيح. نروح نشوف تقرير عن المباراه ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. زي ما قالوا نجومنا النهارده البدايات مهمه جدا جدا جدا. يمكن في بعض الارقام برضو زي ما قلنا على النادي الاهلي بنقول على الفريق الاثيوبي، اخر 9 مباريات بطل اثيوبيا لم يتلقى الهزيمه او لم يهزم، هو تعادل وفاز، وعنده مشكله بس في خط الدفاع ان هو لعب اخر 9 مباريات طبعا دخل فيه 9 اهداف برغم عدم الهزيمه، بمعنى ولكن هو جاب طبعا اهداف كتير، بمعنى ان هو عنده الناحيه الهجوميه كويسه ولكن عنده خلل في النواحي الدفاعيه ايضا. نتمنى ان النادي الاهلي استغلها النهارده ومستر كولر يلعب على نقاط الضعف عندهم. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى نكمل مع نجومنا الكبار، انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، تتوقع تغييرات النهارده في التشكيل قبل ما نقوله سريعا؟ ممكن في التلت الاخير ممكن تلاقي في تغيير خط الامام، لانك عندك في ناس غايبه اجباري وفي ناس يعني مريحه وفي ناس بس وعندك وفره ممكن تغير في التلت الاخير. طيب نقول تشكيل النادي الاهلي النهارده. محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، ثلاثي خط الوسط اليو ديانج، امام عاشور ومروان عطيه، وثلاثي المقدمه بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود كهربا. مره ثانيه، الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، وقلبي الدفاع رامي ربيعه محمد عبد المنعم، ثلاثي خط الوسط اليو ديانج، امام عاشور، مروان عطيه، وثلاثي المقدمه حسين الشحات، بيرسي تاو ومحمود كهربا. احتياطي النادي الاهلي النهارده مصطفى شوبير، كريم الدبيس، محمد مجدي قفشه، ياسر ابراهيم، صلاح محسن، احمد عبد القادر، كريستو، طاهر محمد طاهر، واحمد نبيل كوكا. يعني كما توقعت يا كابتن، تغيير في الخط الامامي، تغيير اضطراري طبعا. اضطراري عشان عندك بقول لك في اثنين مش موجودين معاك. وعندك يعني عندك لعيبه في التلت الهجوم كتير طلع. يعني ممكن تغير، يعني ممكن التغيير فيه مفيش مشكله خالص وكلهم ما تحسش بفرق. لا خالص، كلهم صح. مؤثرين وكلهم عايزين يلعبوا كمان، فدي ما اعتقدش في مشكله بالنسبه لكولر النهارده. الثبات موجود في الاربعه اللي ورا وفي نص الملعب، نص الملعب عندك قوي جدا ما شاء الله، الثلاثه كويسين جدا جدا. وزي ما بقول لك انا التغيير في الجانب الهجومي بس، ومش مؤثر على فكره ايمن، الثلاثه ممكن يبقوا اساسيين، يعني اي ثلاثه لعبتهم في مع النادي الاهلي دول اساسيين، ما فيش احتياطي واساسي. لكن بيبقى في ظروف ماتش، اصابه، ايقاف، حاجه من كده، لكن ما فيش مشكله في الثلاثه اللي لعبوا النهارده. طيب
طريقه اللعب يا كابتن اسامه، طريقه اللعب 4 3 3، وعلى فكره دي نفس الطريقه اللي بيلعب بيها بطل اثيوبيا. ولكن هو تالق امام عاشور المباراه اللي فاتت اعتقد يعني اداله الافضليه او الاولويه ان هو يبتدي بيه النهارده مستر كولر، ويفضل ان هو يلعب 4 3 3. هو مستر كولر بيلعب 4 3 3 من السنه اللي فاتت في معظم الماتشات، يعني البدايه خالص كانت 4 2 3 1، بعد كده رجع ل 4 3 3 وفضل بيها طول الموسم، واحيانا بنلعب 4 2 3 1. ايوه بالظبط احيانا لكن الطريقه اللي كانت سايده السنه اللي فاتت 4 3 3 لما كان بيلعب كتير مثلا عمرو السوليه، حمدي ديانج، مروان عطيه وديانج وحمدي، كان غالبا بيلعب كده يعني كويس. امام الماتش اللي فات عمل ماتش كبير وعمل 2 اسيست حلوين، وامام زي ما قلنا هو لعيب كويس واحنا شايفينه قدام عيننا طول الوقت سواء مع نادي الزمالك او منتخب مصر، ف مفيش شك ان هو اضافه، ولكن زي ما اتفقنا وقلنا انه تركيزه كله يبقى في اللعب، تركيزه كله يبقى في اللعب، دي نقطه مهمه جدا. ما اشغلش نفسي بقى حد هيحاول يضايقني في السوشيال ميديا، حد هيحاول يقلل مني، حد مش عارف ايه، ما ولا اسمع للكلام ده، انا انشغل بلعب يعني. ف ثلاثة النهارده هو بس حاطط مروان عطيه تاني، رجعه مكان كوكا بالظبط. مروان عطيه هو اللي بيلعب في الوسط اللي هو رقم 6 اللي هو امام عبد المنعم ورامي ربيعه، وبيبقى يمينه ديانج وامام عاشور على شماله، وامام عاشور وديانج واخدين مهام فيها جزء كبير من الناحيه الهجوميه، تكمله تحت الثلاث مهاجمين عبد القادر وقصدي الشحات وبيرسي تاو وكهربا، سواء كمان هما الاثنين بيسددوا، وخاصه امام بيسدد كويس جدا، معروف انه مميز بالتسديد يعني. مروان عطيه بيعمل حلقه وصل بينهم الاثنين، وبيعمل ربط بين رباعي الخط الخلفي ونص الملعب والخط الامامي. ديانج على طول عنده مستوى ما بيقلش عن درجه معينه، يعني مش من اللعيبه اللي في تباين في مستواهم قوي. صحيح طبعا بيجي له ماتشات ما يبقاش في المستوى الطبيعي بتاعه او يبقى وحش، ولكن دي بتبقى قليله جدا. هو عنده جهد كبير جدا، طاقه غير طبيعيه، عنده انقضاض قوي جدا، بيضغط كويس قوي، بيقطع كويس جدا، الهجمات المرتده اللي علينا بيبقى اول واحد بيلحق اي حد زايد على وسط ملعب النادي الاهلي، بيعطل الحاجات ديت وحتى في الهجوم. ولكن احنا قلنا المشكله اللي بتواجه ديانج تملي لما بيطلع في التلت الامامي، ساعات بيطلع ومش واخد قرار بعد الجري هعمل ايه، ايوه يعني تسديد ولا تصويب ولا او تمرير البيني او على الطرف، يعني هو بيطلع يكمل وبعد كده بيعطل شويه في التصرف الاخير احيانا. طبعا في ساعات بينجح وبيعملها بشكل كويس، لكن بقولها كل ماتش وهفضل اقولها، انا بحس بس هو خلاص، هو مروان عطيه عشان خد مركز 6 اللي هو قدام المدافعين بيلعب انت بتفضل ان هو يجي من القلب، انا ما بتحبش ان هو يبقى على الطرف من الاطراف، بتقلله شويه يعني. أي. هو وهو في العمق عنده يمينه مساحة كبيرة جدا، شماله مساحة كبيرة جدا، بيقدر يغطي كل المجموعة الهجومية اللي قدام، وبيغطي بعرض الملعب جامد جدا قدام المدافعين، لأن هو خطواته كبيرة وعنده تحمل عالي وانقضاض قوي، فهو عارف اللي هو عايز سايب نفسه في الملعب كله، يعني بيتحرك شمال يمين لقدام لورا، لما بيتحط على جنب الحرية. شويه بيتحط على جنب شويه كويس وكل حاجه وبيأدي بشكل كويس، ولكن بحس ان هو متكتف شويه. حتى لما بيطلع على الطرف
يعني الحلول بتبقى ساعات تعطل معاه غير لما بيجي من العمق، غير لما بيجي من العمق بالظبط. فلكن طبعا مروان كمان قايم بدور كبير في رقم 6. الثلاثه عندهم تنوع يعني ما بين التسديد، ما بين الكميات، الثلاثه كميات جري كبيره، سواء مسانده في الجزء الامامي او مسانده للمدافعين. فهو ثلاثي قوي جدا، واعتقد هيبقى ليهم دور كبير في الماتش دوت وفي الماتشات طول السنه مع النادي الاهلي يعني باذن الله رب العالمين. طيب كابتن عادل، رايك لتشكيل النادي الاهلي؟ ويمكن لما شفنا التشكيل وشفنا البدلة لقينا من قائمه المباراه ان مستر كولر فضل النهارده اراحه كريم فؤاد، بالرغم ان كريم نزل فتره بسيطه الماتش اللي فات، اطمنا عليه الحمد لله واحرز هدف وكانت حالته كويسه، ولكن هو فضل اراحته النهارده. تفتكر وجهه النظر ايه؟ لا يعني انا يعني مش شايفها ان هل وجهه نظر فنيه ولا ما اعرفش، يمكن هو اقرب، يمكن كريم اشتكى من حاجه، هي ملهاش الا انه اشتكى من حاجه. لكن انت نزلت كريم علشان فتره طويله جدا ما لعبش، وبعدين انت خدته في مباراه قويه المصري فرقه كبيره بالظبط، وديته النتيجه كانت كويسه فاديته علشان ياخد بثقه وخد. فهو المفترض انه الفرقه النهارده سان جورج اقل من مصر كتير، فكنت اتمنى ان كريم فؤاد ياخد وقت اكبر كمان شويه. يمكن الوقت اللي المفروض كريم خده كان وقت قليل، ولكن انتج فيه كويس. انا بتكلم على الدفعه المعنويه اللي خدها كريم، ليه ابعدها انت فاهمني؟ الا لو كان كريم اشتكى من حاجه، لكن هي ملهاش فلسفه عند المدربين الذي انه اشتكى. لكن ما افتكرش ان كولر لما يلعبوا الفتره دي القليله وبعدين يشيلوا تاني، لا ما افتكرش ان هي فيها حاجه فنيه يعني. كويس، ده بالنسبه للتشكيل بقى. للتشكيل، اما التشكيل بقى يعني احنا بنتكلم دائما، بنتكلم على حته 4 3 3. خلي بالك في النادي الاهلي عندك يعني عناصر مهمه جدا بطريقه لعب مهمه، زي مثلا علي معلول والشحات لما بيلعبوا على الطرف، يبقى لازم ديانج وامام عاشور الاثنين واللي وراهم مروان لازم هيقفلوا لما هيكون طالعين. يعني انت بتتكلم على جبهه بتاعت معلول عنده سرعه بيطلع ان تايم كويس، الشحات لازم يخش لجوه، لو امام خرج كمان لبره هتبقى قافله على علي معلول. علشان كده يمكن النادي الاهلي بيلعب 4 3 3 بصيغه 4 1 4 1. خلي بالك في الناحيه الدفاعيه متحول 4 1 4 1، ليه؟ لان مروان بيبقى تحت ديانج وامام، وبينزل شحات جنب امام، وينزل بيرستاو جنب ديانج، بتبقى 4 وبيبقى كهربا لوحده. علشان كده بقول لك انه دخول ديانج ودخول امام عاشور للداخل قوي دي مهمة للفريق، ليه؟ علشان الأطراف تشتغل. لو طلعوا لبره هيبقى عندك ثلاثة في الطرف، مثلا يبقى هاني وديانج وتاو، والناحية الثانية معلول وإمام وعاشور جبهة. فهتبقى جبهة، هي بتبقى جبهة إمتى؟ لما يجي يلعبوا مع بعض. لكن إن تايم عشان تجري لازم تدخل حد جوه، لازم إمام عاشور يخش لجوه، بيبقى ديفندر في الوسط، ما يبقاش بره على الطرف. وبعدين كمان في طلوعة ثانية حسين الشحات، لما حسين الشحات يطلع علي معلول لازم يبقى بالداخل جوه. طب نستأذنك سريعا كابتن عادل، معلش هنروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراه ونطمن منه على الاجواء هناك. مساء الخير يا فاروق. برحب بيك كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي، وبرحب بنجوم مصر كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمني على الاجواء عندك وطمني على الحضور الجماهيري. اجواء جماهيريه زي ما حضرتك تمام معايا كابتن ايمن، دايما على الموعد جمهور النادي الاهلي موجود، يعني الهتاف الاشهر لجماهير النادي الاهلي بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح وافريقيا اهلي. ده الجمهور يا كابتن ايمن اللي كان يعني من شهور قليله بيحتفل بالبطوله رقم 11 بنفس الشغف بنفس الحماس اللي بينعكس على اللعيبه لامسينه، الجمهور بينادي بيشجع اللعيبه بيطالب البطوله ال 12. طبعا مع وصول فريق النادي الاهلي الى ملعب المباراه، يعني مستر كولر نزل يعني يتفقد ارض ملعب استاد القاهره اللي بتظهر في اجمل صوره، تلقى تحيه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي
ثم بدا الهتاف لكل اللاعبين، التحفيز اللي عند الجمهور. يعني دايما الجمهور النادي الاهلي يا كابتن ايمن بيوصل رسائل مهمه جدا للاعبين، بيوصل للعيبه احنا عايزين ايه الفتره اللي جايه. اه عايزين بطوله دوري ابطال افريقيا، عايزين بطوله السوبر الافريقي او دوري السوبر. فقد اجواء حماسيه ان شاء الله يكون بدايتها النهارده ان شاء الله بدايه المشوار الافريقي والفوز على فريق سان جورج الاثيوبي. ده ما حضرتك سامع معايا، ده هتاف جمهور النادي الاهلي والحماس اللي عند الجمهور منعكس. وبالمناسبه بعض اللعيبه كابتن ايمن يعني واحنا في فندق الاقامه كانت بتسالني بتقول لي في جمهور النهارده، كنت يعني جماهير اللعيبه بتسال هل الجمهور موجود ولا لا، عدد الجمهور قد ايه. يعني سؤال مهم، وحضرتك طبعا وكباتننا الكبار اكيد لمسين الامر ده، لما اللعيب قبل ما يروح الملعب يسالك الجمهور ايه اخباره. صحيح. الجمهور موجود وانت جايين في الطريق، فاعتقد رسائل مهمه جدا اللي بتوصل من الجمهور للعيبه يا كابتن ايمن. هل في تواجد للجماهير الاثيوبيه؟ لا يعني عدد قليل جدا يا كابتن ايمن، يعني لا يتجاوز ال 50 مشجع او 40 مشجع. طبعا مخصص لهم طبعا المكان في الماسوره الرئيسيه للنادي الاهلي، الماسوره العلويه موجود. طبعا خليني اقول لك برضو استقبال النادي الاهلي، وانهم اشادوا باستقبال النادي الاهلي. ويعني كان ليا حديث مع بعض افراد يعني البعثه المرافقه الفريق سان جورج الاثيوبي، قال لك ده دايما هو ده النادي الاهلي الكبير دايما بتبقى دي مواقفه، فاشادوا بهذا الامر. ويعني اشادوا بالاستقبال النادي الاهلي والاقامه اللي هم طبعا موجوده هنا في القاهره. فاعتقد ده دايما الكلام والمردود اللي احنا دايما بنسمعه عن اي حاجه يعني تبقى للنادي الاهلي، وانطباع البعثه فهي في بعثة فريق سان جورج الاثيوبي هنا في مصر. ده الكلام دايما اللي بنسمعه من كل الفرق الافريقيه يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا فاروق، وكل التوفيق ان شاء الله النهارده للنادي الاهلي تحقيق النصر. معانا تشكيل سان جورج الاثيوبي، هو بيلعب بنفس طريقه النادي الاهلي 4-3-3، رجاسه لحراس المرمى، ظهير ايسر ايمانويل وظهير ايمن ادوين، وقلبي الدفاع رمضان محمد وهينوك جربا، ثلاثي خط الوسط كوامي تيجنو دويتا ليمو وزيلتك، وقدام او في المقدمه انا معايا 10 لعيبه بالنسبه للاعداد، جايبين لي 10 لعيبه هنا قدامي 4-3-2. دلوقتي في واحد دلوقتي 4-4-2 دو يتلموا، واثنين قدام تيلا هون وايمانويل امدالي، بيبقى بيلعبوا 4-4-2 مش 4-3-3، مع ان هم جميع مبارياتهم بيلعبوا 4-3-3، ولكن هنا كابتن شريف سان جورج لاول مره بيلعب 4-4-2 قدام النادي الاهلي. لاول مره بيلعب 4-4-2، هو بيلعب دايما 4-3-3. ما تعرفش الورقه جايه لك هنا، يمكن هو بيلعب 4-3-3 برضه. صحيح. يعني سيبك من ممكن يكون بس الورق جاي على الورق، من الشكل اللي هو جاي على ولا زي ما قال كابتن عادل ان هو فكره ممكن يتغير ماتش النهارده عشان هو بيلعب في القاهره. ما انتوا قلتوا كلكم قلتوا عشان دي مباراه عادل قال هيلعب المباراتين بتوازن، يعني الراجل المدرب وجوده هنا في مصر هيكون عنده شكل يعني عارف انه بيلعب بطل افريقيا النهارده برضه، يعني مش سهله الحكايه يعني. ف بالنسبه لنا احنا وسان جورج الاثيوبي اول 10 دقائق في المباراه هتحس الراجل ده عادل بيلعب 4-3-3 ولا 4-4-2 ولا بيلعب 4-1-4-1، ودي اللي انا حاسس ان هو ممكن يتعامل معاها قدام النادي الاهلي. هنا بيحاول يستحوذ على نص الملعب ويمسك اطراف النادي الاهلي، مثلا لو هو بيقرا النادي الاهلي كويس او عنده فكره عن فريق النادي الاهلي بيلعب ازاي وكان عنده المساحه انه يتفرج عليه في افريقيا قبل كده او في المباريات الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي، خاصه السوبر او المباراه بتاعه المصري. الشكل اللي انت بتلعب معاه في المجهول ده انا حاجه بس تستوقفني، يعني الفرقه دي كسبت فرقه بره 2-1 3-1، كسبت على ارضها 2-1 وكسبت بره 3-1 وكسبت 3-1. هو ده اللي يستوقفني في الموضوع، فرقه بتعرف تجيب جول. صح. بتلاعب مين او ما بتلعبش مين، الاجواء بتاعت اثيوبيا دي احنا اترحمنا منها. انا دي اوحش بلد كنت بروح العب فيها هم اتنين،
اثيوبيا والسويس، ما كنتش بعرف العب. اثيوبيا اثيوبيا كنت اضرب المشوار ما اعرفش ارجع تاني. الاكسجين في اثيوبيا ماشي. طب السويس مال؟ السويس الهواء وبياخد الكوره، احنا مش عارفين نقفشها اصلا. يعني مش عارفين نلعب هنا ومش عارفين نلعب هنا. فيوم ما كسبنا في منتخب الناشئين اثيوبيا هناك 2-1 كان اول مره في حياه الفرقه المصريه فرقه افريقيه تكسب فرقه اثيوبيه، وتابعها على طول المنتخب كان بيلعب ورانا بالاسبوع اللي فات برده كسبنا 2-1، ودي كانت حكايه طفره كبيره جدا. وتوالت بقى الحكايه التعامل مع الاجواء اللي هناك، فانت محظوظ جدا انك ما تلعبش في نقص الاكسجين اللي انت بتروح تشوفه ده، خط الاستواء والارتفاع عنه 100 متر وحاجات كده. ف انك تلعب على ارضك ومع فريق بالنسبه لك انت في الدور ال 32، انا ما يخصنيش بيلعب 4-4-2 4-3-3، انا اللي يخصني التحرر بتاع المنطقه الاماميه كلها للعيبه بتاعتك والتحركات. صحيح. وعدم التزام باماكن وعدم الرؤيه غير ان الكره الثانيه بتاعتك، وعدم انك تلعب بالميز باص اللي بتخلي اي فرقه معاك تقدر تعمل عليك كاونتر، والتركيز واخذ المباراه فعليه جد، يعني جاده، مش انا النهارده هكسب في اي وقت. قال لك لعبنا فرقه الصومال، ها فرقه نديها 15 20 جول هناك ما عرفناش نجيب جول وعلى ما عدوش خط النص، وهنا الكره بتعندك. صح. يعني الراجل الحكم بواقف قال لي يعني هو الماتش ده ضربات جزاء ولا ايه؟ وفعلا كان هيبقى كده لولا كابتن علاء انقذنا في بلفه كده في ال 18 في خط السته. فالمباريات ملهاش علامه مكياس. غير سان جورج التعارف بتاعنا بقول لك جايب 3 جوان بره وجايب على ارضه جولين وانت قلت بيخش فيه جوال. مظبوط. احنا بقى لعبنا النهارده على الشكل العمق الدفاعي بتاعه ده، وبيرستاو بيخش لجوه بيدي تحرر ديانج ومحمد هاني بيدي مساحات، التعامل بتاع علي معلول وامام عاشور وحسين الشحات ويغطي عليهم مروان من الناحيه الثانيه، يبقى انت عامل بلوك ناحيه الشمال دي كلها مقفوله. تسديدات امام من الخارج، ده تحركات كهربا واصطياده وحضوره في منطقه الجزاء، كل ده اللي احنا بنعمل ان احنا نتعرف عليه ونشوفه بس. صحيح. باذن الله التوفيق. كابتن علاء سمع طبعا، سامعين صوت الجماهير، وهو ده المنظر اللي احنا عايزين نشوفه كمان في المباريات المحليه. ما هو كوره من غير جماهير او ملعب من غير جماهير بالظبط زي الفنان على المسرح، يعني ما ينفعش تبقى مباريات كوره من غير احلى حاجه في الكوره التواجد الجماهير. هو ده اللي احنا سامعينه حتى دلوقتي. احلى هتافات جماهير النادي الاهلي. كابتن علاء، مفتقدين الجماهير دي بشده بصراحه. ودي الحاجة الحلوة في كرة القدم. بالظبط. الحاجة اللي اللعيب بيستمتع بيسمعها. الجماهير، خصوصا انت جماهيرك انت كمان، انت جماهيرك كمان. صحيح. حالة تانية خالص خالص، لكن مفتقدين الشكل، مفتقدين الهتافات الحلوة دي، لكن يا رب ان شاء الله الامور تتحسن للاحسن، والناس كلها اتكلمت السنة دي الموضوع هيبقى في جماهير، فان شاء الله يا رب الموضوع يبقى احسن. خليني قبل ما اقول لك تشكيل فرقة اثيوبيا ورأيك في الطريقة اللي بيلعبوا بيها، انا بعتذر للاعداد. انتوا على حق، انا معلش انا عديت غلط. خلاص ماشي. انتوا على حق، الفرقه بتلعب على الورق 4-4-2، انا كنت مستني 4-3-3 وبص مين الواحد اللي ناقص، فانا اتسرعت، فمعذره. اتفضل يا كابتن علاء. هي المشكله على فكره، ما انا عمري ما استوقفني طريقه اللعب ابدا، و4 4 2 و4 3 الكلام ده كله خالص. كويس. خالص. ايه اللي بيستوقفك؟ اللي بيستوقفني الاداء في الملعب، شكلك وانت بتدافع، شكلك وانت بتهاجم. الوقت الكوره مش موضوع انا بلعب 4-2-2 ومش عامل بره، لا خالص. هي مش اعداد برصها، هو انا لما ببقى دافع بعمل ايه وانا بهاجم بعمل ايه بس. بتتكلم على الفريق المنافس ولا على عامه في كره القدم؟ عامه. كويس. الفريق المنافس انا هيلعب 4-4-2، ان هو عارف يا ايمن زي ما قلت لك في الاول، هو عارف جاي يلعب مين. حتى لو بيلعب 4-3-3 ومش عارف كسب فرقه في زنجبار وكده، ما هو ده جاي لاعب، ده جاي لاعب النادي الاهلي، هو عارف ان مفيش مقارنه تماما. بس ما تنساش حاجه، ان مباراه النهارده كانها على ارضه. ماشي. كانها بس هي فين؟ كانها دي مش موجوده، كانها انت بتلعب في على ارضك. كانها بتلعب بفريقك التيم بتاعك الاساسي، كانها ان انت بتدور على حاجه واحده، على مكسب بس. فالموضوع بالنسبه لك كانها دي هو براحته. انا ايه بقى؟ انا نازل بفريق الاساسي
وعارف انا عايز ايه من المباراه، انا عايز اكسب كعادتي. انا بنزل مباراه انا بدورش على مكسب بس، محليه افريقيه دوري كاس رابطه اي حاجه بره القاهره جوه القاهره انا بدور على مكسب. كل احترام لفريق المنافس ودي عاده النادي الاهلي من زمان، لكن ما هو النادي الاهلي عايز ابقى على مكسب بس. هو ده الفكر او اللي بينزل بيه لعيبه النادي الاهلي. النهارده انا بنزل ماشي 4 3 3 4 4 2 زي كمان عادي بيلعب 4 5 1 زي كمان بيتكلم 5 4 1 هو يعمل كل هو عايزه في الملعب. انت بقى تعمل ايه عشان ان شاء الله تكسب النهارده كويس. هو ده التفكير يا ده تفكير يا ايمن، مش شكل الفرق ايه او الرصه بتاعتها ايه. قول صحيح. لا كلامك معناه ان اكيد مستر كولر دارس الفرقه دي كويس. اكيد طبعا عارف نقاط القوه ونقاط الضعف، هيبتدي يلعب عليهم من بدايه المباراه ولا هيبقى في جس نبض؟ مفيش جس نبض، وهو اكيد عارف ان مدرب الفريق المنافس هيلعب مدافع. كولر مليون في المية متاكد من دي، هو عارف كده، عارف ان فريق النهارده اصل. بص يا ايمن يعني لو انت في سان جورج وجاي تلعب النادي الاهلي هتلعب لعبه مفتوحه بالمخ كده وامكانياتك وامكانيات النادي الاهلي؟ المفترض لا صح، بنسبه كبيره لا. يعني سالت كابتن شريف او اسامه او عادل هيقول لك اكيد لو بنسبه كبيره. لو احنا اربعه كده كل واحد مسك الفرقه دي هيقول لك لا مش هلعب مفتوح مع النادي الاهلي في القاهره مع نجومه دي مع كم اللعيبه الموجوده وممكن يجيب اجوال من اي مكان. لا ما هي مشكلته ان المباراتين في القاهره. ما لا انا بتكلم على كل الفرقه مش قصدي على فرقه النهارده. هيبقى في حذر اكيد الفريق بره. يعني ايمن الاهلي لما بيلعب بره الحمد لله، لما بيلعب فريق بره القاهره الفريق الثاني بيبقى قلقان من النادي الاهلي ده بره. مزبوط. على ملعبه وسط جماهيره. فتخيل النهارده الفروقات كبيره جدا، فانا كمدرب اكيد لا انا مش عايز حرص. طبعا مش عايز اول 3 4 دقايق الاقي في نفسه جول جول في 2 في 3 تلاقي الموضوع هيعدي. هو عارف ان انما انا كمدير فني لسان جورج ما اسعاش للمفاجاه من البدايه خالص. ممكن المفاجاه ممكن ترد عليك انت وتردد عليك انت مع لعيبه النادي الاهلي مع الجماهير اللي سامعينها دي مع الاجواء، الموضوع هيزيد عليك جامد جدا. هو مش عايز يوصل لكده مهما اي حد مدير فني مش عايز يخسر خساره اللي هي تعمل له هزه فيه هو اساسا وفرقته. لكن سان داونز بيلعب معاك على الكاونتر اتاك وبيستلم الكوره وبعدين يبعد عنك. ما انا بقول لك يا كابتن شريف اكيد اي حد بيعمل حساب اكيد طبعا يعني. صحيح. طيب كابتن اسامه اتكلمنا على الفرقتين ممكن يلعبوا ازاي النهارده، ونتكلم ان مستر كولر اكيد درس فرقه سان جورج كويس. من اهم نقاط ضعف سان جورج الاثيوبي التمركز الدفاعي في التعامل مع الكرات العرضيه، خلبي الدفاع مع حارس المرمى، عندهم برضو التغطيه العكسيه سيئه جدا من الطرف الايمن، وعندهم الاندفاع الهجومي بعشوائيه كعاده يعني فرق افريقيه كتير. ازاي مستر كولر يتعامل او ازاي لعيبه النادي الاهلي يتعامل مع نقاط الضعف فريق سان جورج الاثيوبي؟ انت الاحصائيه اللي ايمن اللي جبتها وكنت بتتكلم عليها قبل الماتش اللي هي هم جايبين في الماتشات اللي فاتت 16 هدف وعليهم 9. ايوه. فواضح اللي انت بتقوله، عندهم اندفاع هجومي. صحيح. بيعرفوا يروحوا يجيبوا جون سواء الفرق قليله او فرق كبيره، طبعا مع الفرق اللي هي بيبقى اكتر طبيعي لما بيلعبوا مستوى اعلى مش بسهوله يجيبوا جون زي ما بيلعبوا فرق ضعيفه، لكن جابوا 16 هدف. وفي المقابل عليهم 9 اهداف. مظبوط. عليهم 9 اهداف يعني نص اللي جابوه كتهديف. فواضح ان عندهم مشاكل في النواحي الدفاعيه، سواء تمركزهم كفريق كله مع بعضه، وده يعني فرق افريقيه كتير ويمكن بالذات كمان في الانديه. يعني يمكن المنتخبات ابتدوا يتحسنوا في الموضوع ده كتير، من الشغل كتير قوي مع مدربين على مستوى عالي، مدربين منتخبات، مدربين اجانب او من خارج بلادهم، يعني علموهم الوقفات الدفاعيه. صحيح. لكن الفرق ما زالت شويه عندهم مشاكل كتير في النواحي الدفاعيه. ومشاكل كتير في النواحي الدفاعيه دي في مصلحه النادي الاهلي. كويس. يعني بس نستغلها؟ طبعا. واحد زي بيرسي تاو من الناس اللي بتلعب كويس قوي لما يكون المساحات مفتوحه، اكتر لما تكون المساحات مقفوله. يعني طول ما صح. المساحات مفتوحه بيبقى فرصه للتهديف او انه يروح يتصرف واحد ضد واحد او كده اكتر لما الناس بتعمل تكتل دفاعي. كويس. برضو كهربا بيعرف يجيب جون، حسين الشحات عنده التكمله داخل ال 18، المراوغات في مساحات ضيقه،
الجري في المناطق اللي احنا بنقول عليها العمياء، يعني لما الكره تكون جايه عكسيه بيعرف يقطع في الناحيه الثانيه بشكل كويس، مش هيبقى متشاف، لانه زي ما احنا قلنا هم دفاعيا مش هيبقى عندهم الوعي الخططي قوي انه شايف اللي في ظهره اللي جاي من المنطقه العكسيه العمياء ديت، فهم هيبقى عندهم ارتباك في الحته دي. فلازم الثلاثه اللي قدام يستغلوا هذا او الثغرات الدفاعيه اللي هتبقى موجوده. صحيح. مع كمان زي ما قلنا التكمله بتاعت امام عاشور والتسديد مع تكمله ديانج مع تكمله مروان عطيه، يبقى كله بلوك واحد قريب من التمرول وهاني نواحي الهجوميه. طبعا ادوار هجوميه طبعا ليهم دور كبير قوي، زي ما عادل كان بيقول لما يبتدي يخش حسين الشحات وتاول العمق وكمان امام وديانج بيفتح لهم مساحات على الاطراف عشان يطلعوا في الوقت المناسب عشان يستغلوا المساحه اللي مضروبه في ظهر. وده بيحصل على طول فعلا، بيحصل كتير. صحيح. وعلي معلول وهاني برضو متحسن فيها كتير قوي السنه اللي فاتت، لكن علي معلول من اكبر مميزاته انه بيعرف يتحرك في ال 20 متر الاخيره، في سواء بالاوفرلاب او اللي هو الالتفاف من ورا الزميل يعني، او بيتحرك في توقيتات كويسه قوي. يعني عنده من اكتر اللعيبه اللي شفتها اللي بيتحرك في الوقت المناسب توقيت. يعني توقيته علي معلول مش سريع، مش 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 يعني في لعيبه بتبقى سرعتها عاليه قوي. أيوة. علي معلول بحكم كمان ظروف سنه، بس هو ذكي جدا، بس ذكي جدا فعلا في توقيت انه يطلع امتى، بيطلع في توقيت مناسب جدا عشان تتحط له الكره في المساحه الفاضيه. فبرضه استغلال الاجناب من علي معلول ومحمد هاني سواء بعد كده الكرات العرضيه او التسديد، وان كان هو شويه احيانا مقل في التسديد، هو بيجيب الفاولات الثابته حلوه قوي طبعا، الكرات العرضيه خطير، لكن في مواقف بيخش جوه ال 18 يقدر يسدد، بيفضل انه يعملها لحد جاي من الخلف يعني. فادوارهم هتبقى مهمه جدا. كل ده لازم نستغل النقطه اللي انت اتكلمت فيها ان هم عندهم ثغرات دفاعيه. صحيح. وعدم تمركز جيد، لازم نستغلها، لازم نستغلها جامد قوي. وبعدين كون النادي الاهلي بيلعب الماتشين على ملعبه اكيد هيبقى مندفع هجوميا، اكيد مستر كولر مش هيفكر في حسابات زي ما يكون هو بيلعب بره، والله انا هلعب وسط الملعب واستناهم لما يجوا عليا وممكن اطلع بنتيجه ايجابيه، لسه عندي ماتش في مصر. لا، ده الماتش النهارده، الماتشين في مصر، فهو من النهارده من اول ثانيه هتلاقيه بيضغط جامد وهيحاول يغلطهم وحاول يكسب الماتش من الاول زي ما عمل في ماتش المصري يعني. صحيح. يعني عندنا نقاط قوه كتيره قوي، وهم في المقابل عندهم نقاط ضعف، لكن برضو لازم الناس اللي وراه تاخد بالها. صحيح. لان هم بيعرفوا يجيبوا جون برضو، وخصوصا ان انا هقول لك برضو نقاط القوه كابتن عادل لفريق سان جورج. هم المفترض ان هم بيلعبوا بطريقه غير الطريقه دي، انت هتقول لي ده على الورق طبعا. اكيد مش هيلعبوا كده في الملعب. هم عندهم لاعب وسط محوري اللي هو زيليك، ده ابرزهم رقم 26، هو هداف الفريق بهدفين في الدور التمهيدي، بيعتمد دايما على القادمين من الخلف. أيوة. بيعتمد على الاطراف خصوصا الجانب الايمن اللي هو جانب علي معلول. أيوة. فده هيتطلب بعض المهام الدفاعيه لخط النص او مسانده كمان دفاعيه من الخط الامامي. سريعا، ازاي هيلعبوا الفرقتين النهارده بناء على التشكيل وطريقه اللعب؟ طيب خلينا ابدا بالمدرب سان جورج. النهارده لازم هيعمل في المباراه الاولى بالنسبه له، لازم هيعمل ده هيبقى دفاعيا اقوى من المباراه الثانيه، الريسك هيعمله في المباراه الثانيه. ليه؟ لان رغم ان المباراتين بتتلعب في القاهره، لكن الاتحاد الافريقي مش هيغير قاعده اللعب. يعني النهارده النادي الاهلي كانه بيلعب بره، لو النادي الاهلي احرز هدف يبقى بهدفين في حاله التعادل. علشان كده هو هيبقى حريص جدا ان هو ما ينهيش العمليه، بتكلم عن المباراه الاولى، من المباراه الاولى. ماشي. فهو هيدافع النهارده اكتر من المباراه الثانيه، هيسيب الريسك للاخر. زي ده السيناريو المتوقع، ده هو لازم هيعمل كده. لازم، هو مش عايز يخرج بره بسرعه. ماشي. هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز النهارده يخرج بسلام مثلا، ان هو هيشتغل على الحته الدفاعيه، ولو جاب جون هتبقى حاجه كويسه بالنسبه له،
ولكن في اخر الامر النادي الاهلي النهارده انت بتتكلم على الوعي التكتيكي بتاع سان جورج، وعي اكيد لما بيلعب الفرق اللي زيه بيعمل الفكر اللي هو يعمل الانكماش وبعدين ينطلق. اوكي ده لو فرقه في الافراد هو اعلى منها، لكن النادي الاهلي افراده او لاعبيه اعلى من لعيبه سان جورج، عشان كده تلاقيه هو بيشتغل على السبورت اللي هو ايه كل مكان في الملعب لازم يبقى هو عنده زياده علشان يعرف يدافع على النادي الاهلي. صحيح. النادي الاهلي اللي عايز العكس، النادي الاهلي عايز يبقى فاتح علشان كل لاعب يواجه لاعب علشان حته الواحد ضد واحد. الحاجه الثانيه المهمه، النادي الاهلي عنده اطراف الاربعه مش اتنين. مزبوط. يعني النادي الاهلي الاول كان بيعمل طرفين بس، يعني كان يشتغل بالاطراف الظهير والظهير، لكن دلوقتي انت بتتكلم على ظهير والجناح والظهير والجناح. مزبوط. وامتى هتدخل وامتى هتخرج والحاجات دي كلها النادي الاهلي عنده تمرس فيها، فهو لازم هيعمل دفاع، بتكلم على سان جورج هيعمل دفاع في القلب قوي جدا، هيلعب على الهجمه المرتده النهارده، ممكن المباراه القادمه يشتغل عكس كده تماما ان هو يهاجمك. ليه؟ لانه لو احرز هدف ممكن يتحسب له بالقاعده دي. ففي اخر الامر اللي هيحصل النهارده هتلاقي النادي الاهلي بيضغط من البدايه عايز يخلص الماتش ويسلل لسان جورج القلق وبعدين يخرج بسرعه، وبعدين هيشتغل على النادي الاهلي، هيشتغل على الحته بتاعت ان هو ينهي من النهارده علشان يبدا يشتغل في المباراه الثانيه بشكل اخر، مش تكتيكي ولا الحاجات دي. صحيح. لشكل ان هو يرتب للمباراه القادمه، يريح يعمل يغير، عايز يشوف ناس ثانيه، عايز يعمل طريقه لعب، عاوز يعمل فكره. فالنادي الاهلي النهارده لازم يخلص ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله النهارده بتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظرونا.